ومعنا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، كل عام حضرتك بألف خير. تنمية شاملة نراها كل يوم تحدث في سيناء، خبرنا أكثر عن هذا الأمر وكيف رأيت ما تم إنجازه بالفعل خلال العقد الماضي. أهلا وسهلا يا أستاذة سارة، وأهلا وسهلا بكل مشاهدي القناة الأولى، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. مناسبة مهمة جدا، مناسبة بتعيد لنا الثقة وبتعرفنا إن إحنا قادرين على الحفاظ على أراضينا وعلى مكتسباتنا، قادرين إن إحنا نطورها، قادرين إننا كمصريين اننا نتحدى المستحيل ونقوم بالانجازات التي نستحقها. اليوم نحن امام محطه فارقه ما بين مرحلتين من مراحل تنميه سيناء. المرحله الاولى، ودي حدثت في الفتره من 2014 ل 2023، وتم فيها انفاق ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات تنمية سيناء. إذا نحن لا نتحدث عن خطط، ولكننا نتحدث عن إنفاق حقيقي، عن واقع موجود على الأرض. المستقبل يبدأ الآن بإنفاق، بالتخطيط لإنفاق ما يقدر بنحو 363 مليار جنيه لمشروعات جديدة خلال الخمس سنوات القادمة. إذا فالإنجاز موجود والبناء عليه مخطط له. النتائج نشاهدها في القطاع الزراعي الذي توسع بصورة كبيرة، وجاري استكمال إجراءات التوسع الخاص به، سواء من خلال توفير المياه من ترعة السلام أو محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المحكمة وبحر البقر، بما يترتب عليه استصلاح مساحات هائلة في شمال سيناء، وما يرتبط بذلك من بناء مجتمعات متكاملة جديدة يستفيد منها المواطن في سيناء، وتكون جاذبة للمواطنين من كل أنحاء مصر لزيادة أعداد القاطنين في تلك البقعة الذهبية من الوطن. في الجنوب التنمية استمرت، وهناك تطوير كبير في القطاع السياحي، هناك متحف جديد في شرم الشيخ، هناك تطوير لمنطقة سانت كاترين، منتجات سياحية جديدة بيتم تقديمها اللي بيساعد السياحة وبيساعد الإنتاج. طبعا المطارات والموانئ اللي بيتم تطويرها في كل محاور سيناء. الصناعة كان لها دور مهم جدا من خلال استكشاف المواد الخام والعمل على قيادة الدولة لعملية التنمية بتصديها للبناء لمصانع في المرحلة الأولى، بحيث تكون هي القائدة وهي التي تكون بمثابة النموذج الذي يسير عليه القطاع الخاص ليستكمل المسيرة. كان من الصعوبة علينا أن نطالب القطاع الخاص بالعمل في سيناء إلا بعد أن تدعمه الدولة. أهم دعم قامت به الدولة أنها وفرت القطاع الخاص ما نعيشه الآن، كل المقومات التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل، بدءا من الأنفاق، ستة أنفاق تربط ما بين الداخل في سيناء والداخل المصري، المحاور، محاور المرور المتعددة عبر القناة اللي قللت زمن العبور إلى سيناء، الطرق، الكهرباء، الطاقة بصفة عامة التي تم توفيرها، التطوير الكبير للمواطن في سيناء لبناء المواطن من خلال زيادة كبيرة في الفصول الدراسية، بناء أكثر من عدة جامعات سواء في الشمال أو في الجنوب، وكذلك امتدادات لجامعات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، لها امتدادات في سيناء أيضا من خلال الجامعات الأهلية التي تنشئها. التنمية لما بنشوفها هي تنمية متكاملة، المشروع لا يركز على الشمال فقط أو الجنوب فقط، ولكنه يشمل كافة بقاع سيناء، لا يركز على قطاع معين، ولكن كل قطاع وكل وزارة ساهمت مساهمة كبيرة جدا في أن يكون هناك تنمية في سيناء، بحيث يتم خلق واقع تنمية متكامل يؤدي إلى اكتشاف الميزة النسبية وإعادة تعزيز الميزة النسبية لهذه المنطقة بصورة تسمح لعمل القطاع الخاص، تسمح لحياة كريمة للمواطنين في سيناء، تسمح
بأن تنال هذه المنطقة النسبة من التنمية والاستحقاق التنموي الذي تستحقه. صحيح. دكتور وليد، كخبير اقتصادي، كيف ترى هذا التحول الذي حدث على أرض الفيروز من مكان فيما سبق مرتع للإرهاب ثم تحول إلى هذه الجوهرة كما حضرتك استخدمت هذا اللفظ، مربع أو مثلث ذهبي مصدر للدخل القومي، وكيفية الاستفادة من هذا المكان الفريد جدا، هذه الأرض الطاهرة، وأيضا الاستفادة بخبرات أبناء شمال سيناء؟ هو طبعا انا يعني ما نقدرش نعزل التنميه اللي حدثت في سيناء عن التنميه اللي حدثت في كل بقاع الوطن. التنميه حدثت خلال السنوات الماضيه ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء والساحل الشمالي الغربي، في القاهره والمحافظات، في الريف المصري وفي الامتدادات الصحراويه في الجنوب والشمال. بالتالي فان هذه التنميه اذا كانت تنميه عادله على مستوى الوطن فإنها أيضا تنمية عادلة في سيناء. قبل ذلك في السنوات يعني ما قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كنا بنلاحظ أن يعني محاولات التنمية في سيناء هي محاولات محدودة تركز على بعض المناطق، ولكن طموح السيد الرئيس والخطة التي وجه بإعدادها هي خطة شاملة تشمل كل شيء المواطن السيناوي، سيما في شمال سيناء، لان قبل ذلك كانت التنميه بتتركز على القطاع السياحي في الجنوب، ولكننا الان نشاهد تنميه في معيشه المواطن سيما في الشمال، في الاسكان، في التعليم، في الصحه، في الصناعه، في الزراعه، في الاستزراع السمكي. هذا الامر طبعا بيشعر به المواطن في شمال سيناء بالتاكيد اكثر شويه من المواطن في الجنوب، ولكن هذا لا يمنع من اننا نؤكد ان التنميه هي تنميه صحيح عادله بيستفيد منها الجميع، وبيستفيد منها المواطن السيناوي اللي اصبح بيعيش واقع وليس خطه، وبيستفيد منها ايضا المواطن المصري في الداخل، سواء من خلال ما تدره سيناء من انتاج في تلك الخطه أو بتكون امتدادا للانتقال وللحياة ولوجود فرص عمل في الداخل السيناوي. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات. كنت معنا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي.